ماني سيطلع ثمن اللحظات ولن يخسروا بيه اي نتيجه. وبالتالي ايا كانت مشاريعهم، يعني هذه المشاريع التي نتحفظ عليها لا تحققها دوله قبطيه ولا يحققها السلاح. طب بتفسير حضرتك مثلا لسفيرة بورسعيد دي بوجود واحد من النائل يعني القبائل الكبار او كده؟ لا اظن ان هناك احتمالات اخرى، بس لا نستطيع ان نرجحها لان مستوى قيد التحقيق يعني هو تهريب، يعني قد يكون هناك يعني هناك تهريب لكنه ليس لمصالح طائفه، قد يكون هناك تهريب يعني ليس لمصالح طائفه. ممكن يكون داخل في مثلا مسألة تجارة السلاح أصلا، مش لازم يكون الاستخدام الشخصي. تمام. طيب هو احنا بس كان قدامنا نقطة حضرتك تتطرق طبعا انا عليها. عايز اقول القضيه مهمه عشان يعني ابقى متوازنا في تفاصيل مهمه، انه الانجليين والكاثوليك تسود بينهم فكره الجماعه المسيحيه المصريه النقيه الخالصه، تسود بينهم فكره ان الهويه العربيه والاسلاميه خطر عليهم. وايضا هناك بقى مساله مهمه جدا، انه عندما تم عزل الجماعه القبطيه لها وفعل الكنيسه معها عن المحيط العربي الاسلامي، واعتبار ان الهويه العربيه والاسلاميه ليست هويه مصريه، بدات عمليه التخويف من الاسلام. وعمليه التخويف من الاسلام والاسلام قد يكون خطرا، لانه عندما تقول ان الحركه الاسلاميه خطر، عندما تقول ان الشريعه الاسلاميه خطر، انت وصلت الى الاسلام. فبدات تقول ان الاسلام خطر. هنا ظهر شيء مهم جدا، ان الكنيسه لها خطاب مستوي. يعني يجب ان نفهم هذا تماما. خطاب الكنيسه المجتمع المصري غير خطاب الكنيسه داخلها. وبالتالي خطاب الكنيسه داخلها اقرب الى خطاب اقباط المهجر. ثم بدا حتى الخطاب الخارجي للكنيسه يقترب من حقيقه الخطاب الداخلي. يعني المحاضره المنسوبه الى احد الاساقفه التي قيلت في الولايات المتحده الامريكيه بتخرج الخطاب الداخلي. خطاب داخلي من القيادات للشعب. بين الاقباط بعضهم وبعض والقيادات والشعب. طب وهو حسن لا الانبا توماس اظن الانبا توماس في فلوريدا تقريبا. يعني هذه هي الرؤيه التي عرفها اي مسيحي من اي طائفه التي تقال داخل الكنائس. بدات تخرج في السبعينات، كانت بذور فكره نمت، الان هي فكره متسعه. تصوير الاسلام بين الدين يعني سلب نحب قتل كلام من ده هذا الامر يعني يعني بيبدأ بفكرة إنه هناك جماعة لديها مشكلات، ثم الجماعة مضطهدة، ثم تكتشف الجماعة لم تكتشف بعد، عايز أقول إنه الجماعة المسيحية لم تكتشف بعد إنها أدخلت نفسها في عداوة مع بقية المجتمع، لأنها بقت وصلت لمرحلة إنها تخاف من عقيدة الآخرين. ماذا نفعل؟ في نقطة يعني أنا بالنسبة لي فعلا نقطة مهمة جدا. دلوقتي الكنيسة لها سيطرة كاملة على الشعب المسيحي، تمام؟ وخطابها بيوصل لاغلب الشعب المسيحي على عكس المسلمين. هم في طائفه كتير كبيره جدا مسلمين في انعزال عن المسجد وفي انعزال عن المشايخ وفي انعزال عن التوجه الديني تماما. فدلوقتي ده شايف ان بقى في فروض افعال شفتها في الفتره الاخيره، ان المسلمين كتير جدا، وده والله مش تحيز للمسلمين لكن فعلا واقع انا شفته، المسلمين كتير جدا ما عندهمش اي اشكال مع المسيحيين، تمام، في التعامل او في ان هم يظلوا اصدقاء حتى بعد لو في واحده اسلمت وسلمت للكنيسه. لا ده ما يمنعش اي علاقه بيني من واحد مسيحي. ده على الرغم من كده بشوف من المسيحيين فعلا عندهم الفكر الداخلي ان يعني ان هو موجه، يعني مش موضوع ان هو مش واحد ما عندوش فكر معادي او كلام من ده. لا هو في الحقيقه في المواقف بان ان في فكر، في حاجه موجوده ظهرت في الموقف ده، على خلاف المسلمين. يعني شايف المسلمين ما فيش اوان مش مسموح لهم، يعني لو قلنا ان هو اوان هم بعاد عن المسجد وعن مش الكلام ده، فضلا ان حتى لو في مش مسموح بحاجه زي كده ولا بتسمح بيها حضرتك كده، عارف الضغوط او الكلام ده. فده يعني سبب ان هو يعني سبب الازمه اصلا من عند المسيحيين اكتر من عند المسلمين. يعني مثلا عوام المسلمين مسالمين اكتر من عوام المسيحيين. خلينا نضع في اعتبارنا بعض الفروق. اولا طبعا الكنيسه لها تاثير اكبر لانه المسجد مكان صلاه وليس مؤسسة إدارية لها بنية إدارية كاملة، وبالتالي لا توجد إدارة لكل المساجد لها رأي واحد. يعني الكنيسة كل طائفة لها إدارة مركزية ولها رأي واحد ولها توجهات ولها مجامع عليا، وبالتالي هي مؤسسة والمسيحيين ينتموا ليها بالعضوية.
يعني المسلم بيدخل الجامع فقط، يدخل الجامع يصلي، لكن المسيحي يدخل الكنيسه وهو عضو فيها. انا سمعت انه المسيحي ليه كنيسته، يعني كل واحد ليه كنيسته، مش اي مسجل فيه. وعند الزواج بيستخرج اول حاجه يستخرجها شهاده انه عضو في الكنيسه، عشان يجوز له الزواج طبقا لمراسم الكنيسه، فيجب ان يكون عضوا فيه. فاحنا بنتكلم عن مؤسسه ذات طبيعه خاصه لا توجد في الاسلام اصلا. فعلا وجود الكنائس، وجود جميع المصحف فيها لاحتواء الشعب المسيحي كله، من حتى الرياضات. دي مسألة أخرى، دي جزء مما حدث من السبعينات حتى الآن، إن دور الكنيسة عندما توسع في المجال الرياضي والاجتماعي والتعليمي أصبحت مؤسسة المسيحية الشاملة التي تحتضن كل أنشطة المسيحيين، وده جزء من بناء الطائفة السياسية. الأمر الآخر إنه بالتأكيد تعليم الكنيسة مؤثرة على الجماعة المسيحية، ده أمر مفروغ منه، لكن إذا لا يعني هذا لا يعني هذا أن قيادات الكنيسة يمكنها أن تغير رأي المسيحيين في يوم وليلة، ويمكن أن يصدر رأي من قيادات الكنيسة وتخالفه الجماعة المسيحية أو شعب الكنيسة يخالف هذا الرأي، وتضطر قيادات الكنيسة للتراجع عنه، ويجب النظر لهذه المسألة. هناك أحداث معينة يعني يمكن الخوض في بعضها. هقول لك مثال واحد، انه عندما قرر قداسه البابا شنودة حرمان او انزال عقوبات كنسيه على المسيحيين الذين يزورون القدس، شعب الكنيسه رفض، ورفض اولا انه لا يجوز انزال عقوبه دينيه على شان غير ديني، وهذا مخالف لتقاليد الكنيسه. الكنيسه من حقها انزال عقوبات دينيه، ليست مدنيه، ليست فيها احتجاز اشخاص، هي عقوبات دينيه، يعني الحرمان من حضور الكنيسه، الحرمان من التناول، حرمان من ممارسه العباده، او حرمان من عضويه الكنيسه بالكامل. هذه عقوبات دينيه يجوز للكنيسه تطبيقها على الافراد في قضايا تخص العقيده. ومن حق اي واحد مسيحي باي قرار يصدر من الكنيسه ان هو يقول رايه فيه، يعني يبدي رايه زي يعني هل بيتعمل مثلا نوع من تصويت او حاجه كده، ولا ده من حق ان كل واحد بيبدي يقول انا مش موافق على حاجه كده وبيتم حسب المسائل الاداريه والماليه. فيها لجان ومجالس بيشترك فيها كثير من اعضاء الكنيسه، وينتخبوا مجالس المليه، مجالس الكنيسه ينتخب من الشعب، لكن العقيده الصحيحه تصدر عن المجمع المقدس. يمكن لمن يخالف هذه العقيده ان يناقشه، ويمكن ان يحاكم، وله ان يعود، لكن اذا خالف عقيده الكنيسه من حقها ان تخرجه بره المله، بره المله، تقطع عضويته، يسمى شلح عند الارثوذكس، يسمى قطع عند الانجليين، كل الكنائس لديها هذا الحق من خالف عقيدتها. لكنه مثلا في شان زياره القدس كثير من الاعباط رفضوا هذا القرار، وبعضهم رفض الانصياع له، واضطر القداس البابا شنودة الى توقيع عقوبات شديده جدا على الكثيرين منهم، وكان له مبرر داخل الكنيسه مختلف عن مبرر خارج الكنيسه. خارج الكنيسه كان يتكلم عن القضيه الوطنيه، داخل الكنيسه تكلم عن انه هذا قرار من قداسه البابا شنودة رئيس الكنيسه، يجب على شعب الكنيسه ان يطيعه، والا تظهر الكنيسه بان الشعب لا يطيع قائدها. طب كان ايه فكره اصلا اتخاذ قرار زي ده؟ يعني كان قداسه البابا شنودة بيرى انه هذا مصلحه للاخباط والكنيسه ان لا يذهبوا لزياره القدس، وكما شرح لشعب الكنيسه، وهذا مسجل على شرائط كاسيت، انه هذه الزياره يمكن ان تظهر المسيحيين انهم يخونوا قضيه وطنيه، يمكن ان يؤدي الى اصطدامهم وقتها كان في انتفاضه الحجاره، بعض اطفال الحجاره يقتل قسطي هناك من فلسطيني، يؤدي هذا الى، يعني كان يرى ان هذا امر يضر المسيحيين. بعض المسيحيين راوا انه لا يحق له انزال عقوبات دينيه لا يتم انزالها الا في حاله مخالفه العقيده في شان هو من الحريات الشخصيه. المجتمع الذي رحب بقرار قداسة البابا شنودة من حقه أن يرحب بهذا القرار لأنه قرار وطني الحقيقي، لم يأخذ باله أنه ساعد قداسة البابا شنودة على فرض سلطة الكنيسة خارج إطار العقيدة، وأنه حتى إذا فرضت سلطة الكنيسة خارج إطار العقيدة في قضايا وطنية يمكن ان تفرض بعد ذلك قضايا غير وطنيه. بس الحقيقه ان ما كانش الغرض وطني، ان الغرض مراعاه مشاعر يعني هو الغرض ما هوش ديني، وفي نفس الوقت ما هوش وطني، ولكن هي سياسه بعيده، يعني رؤيه بعيده بالظبط، غرض سياسي بعيد، غرض سياسي بالظبط، لانه قداسه البابا شنودة لم يعارض زياره القدس، ولم يعارض معاهده السلام بين مصر واسرائيل. يعني الكنيسه ليست من معارضي التفاوض، وان المشكله الاولى التي بدات بين
بين الكنيسة دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت تخص دير السلطان الذي اغتصب من الكنيسة القبطية وسلم للكنيسة الأثيوبية. لكن عندما جاء هذا القرار بمنع زيارة القدس كان الاعتبارات سياسية، وبالتالي كان تبريره أمام الرأي العام مختلفا عن تبريره داخل الكنيسة. طيب، هي دي نقطة مهمة اللي حضرتك اتكلمت فيها، بس طبعا احنا نقدر نقول ان الموقف اتغير دلوقتي. يعني كان الانبا شنوده استاذ نظير جيد كان بيفرض الحرمان الكنسي او العقوبات الدينيه على المخالفه في الراي بالنسبه للمسيحيين العاديين او حتى الموجودين داخل اسوار الكنيسه. فاعتقد ان دلوقتي التوجه ده اختلف، لان نشا في الاجيال الجديده بيوافق تماما على الرأي الخاص بالبابا شنودة، تمام، وهو بيتمثل او ده ظهر جليا اصلا في نقطة الطلاق، ان بابا شنودة لم يمتثل اصلا لقرار المحكمة، اعتقد المحكمة الدستورية، مظبوط، المحكمة الإدارية العليا، تمام، المحكمة الدستورية هي اللي عملت يعني رجعت المحكمة الإدارية العليا الى قانونية تبعتها الدولة. فطبعا ومع ان ده شأن ديني، تمام، زي الشأن المعلن اصلا في زيارة المسيحيين للقدس، ولكن المرة دي المسيحيين لم يعترضوا. يعني نقدر نقول ان الاعتراض تم باساليب تانية، زي التحول من الطائفة الارثوذكسية للطائفة الانجيلية او الطائفة البروتستانتية، ايا كان التحول او حتى التحول للاسلام عشان يقدر يجد مخرج من هذا الامر، تمام. فانا اعتقد ان التاثير دلوقتي بقى اقوى بكتير. يعني هو دلوقتي اعتقد ان باو شنودة مش محتاج ان هو ينزل عقوبات، لان ما بقاش ليه معارض قوي يقدر النهارده زي الفتره اللي فاتت يقدر يقول لا دي النهارده احنا معارضين لحاجه زي كده واحنا عايزين نطبق القانون او عايزين نخالف الانجيل في حاجه معينه. الحاجه الثانيه يمكن تمثلت من حوالي 6 أو 7 سنين، مش عارف حضرتك تتذكر ولا لا، مساله السمكه كانت بتتحط على العربيه، سمكة وضعت بقرار واترفعت بقرار. يعني أنا فعلا سبحان الله حتى ساعتها أعتقد كنت ملتحي، تعجبت جدا، قلت سبحان الله، يعني حاجة زي كده. طبعا احنا مش بنتكلم بالمدلول، المدلول طبعا مسألة السمكة أعتقد هي كانت أيام عصر رومان، إن هو حصل حصار فما بقاش المسيحيين يقدروا ياكلوا غير السمك، هم ما عندهمش غير السمك هي دي اللي ياكلوها. فأنا أعرف إن هي اتحطت بقرار و اترفعت بقرار بسبب ان ايا كان السبب، بلاش مش نقطه السبب دلوقتي، بس هنقدر نقول ان بقى يعني بابا شنودة بقى ليه تاثير قوي جدا على الاجيال الجديده غير الاجيال القديمه. يعني برضو انا احب ان احنا ندرس الرد منذ عده سنوات قليله، كان فتره زمنيه قليله، أراد الكنيسة تحويل أحد الأسر الكبار الأساقفة في صعيد مصر للتحرير. بقوة الشعب القبطي تم إيقاف التحقيق. الشعب القبطي له قرار، لأنه القول بأنه فقط ملتزم بما يقال لهم كذلك الكنيسة يعفيه من مسؤولية أنا أرى أنه مسؤول عنه. الشعب القبطي في مواقف كثيرة جدا، يعني مواقف أخرى وما زالت مستمرة، أحيانا بيقف ضد قرار الكنيسة وأحيانا يستطيع منع قرار الكنيسة، تغيير قرار الكنيسة، وله هذه القدرة وهذه القوة. بالعكس، هو قوته داخل الكنيسة كبيرة جدا، ما دام هذا توافق داخلي، عندما يكون رأي أقلية ليس له قوة. إذا حدث التوافق من أي جموع مسيحية داخل أي كنيسة، شعب أي كنيسة محلية يستطيع حماية أسقفها من أن يحاول لأي تحقيق، وبالتالي هناك قرار، كما ان هناك قرار من قيادات الكنيسة، هناك قرار ايضا من شعب الكنيسة. الامر الاخر بالنسبة لموضوع السمكة، هو اولا هي ليها علاقة بانه بعض تلاميذ السيد المسيح كانوا من صيادي السمك، فدعاهم السيد المسيح ان يدعوه، فقال له لاجعلكم صيادين الناس بدل صيادين السمك، فاستخدم هذا شعار السمكة. شعار السمكة يستخدم